التحرير بكل إصداراتها سواء الجمهورية أو المسا وغيرها من الإصدارات. طبعا بتهتم جدا بدعم المؤتمرات العلمية والبحوث والدراسات والنشر. والجمعية الحقيقة من الجمعيات المتميزة اللي يعني قدمت في خلال فترة قصيرة جهد كبير جدا وملحوظ، وكان يعني ليا شرف ان انا كنت معهم من البداية وشفتهم اتحركوا ازاي. فان شاء الله طبعا زي كل الجمعيات العلمية المهنية المحترمة هتلاقي كل دعم من اصداراتنا في دار التحرير بإذن الله. العائد علمي طبعا، وده عائد ليه قيمة كبيرة جدا، عائد علمي، واحنا بنساهم طبعا في تطوير الاقتصاد الإسلامي في مصر، لأنه احنا دلوقتي في هذه المرحلة احنا بنتكلم عن تطوير للبنوك الإسلامية، تطوير بعض التشريعات والقوانين اللي بتسهل أعمالها، وبالتالي لابد يكون لنا دور في ترويج مثل هذه الأمور. التمويل الإسلامي طول عمره موجود الحقيقة، ولكن بعد أزمة 2008 أو أزمة التمويل العقاري كما سموها قبل كده كان في توجه كبير جدا، لأن الناس بتبتدي تبص للتمويل الإسلامي، مش إحنا بس، يعني إحنا مش في مصر أو في المنطقة العربية، ولكن في العالم كله. بعد الأزمة الرهيبة بتاعت سنة 2008 في توجه كبير وضخم للتمويل الإسلامي، وما عادش في جامعة ولا مؤسسة علمية ولا مؤسسة إعلامية إلا ما فيها مراكز للبحوث والدراسات عن التمويل الإسلامي. فطبعا ده أصبح يعني حقيقة من حقائق التمويل في العالم كله.